يشهرون جوعهم سلاحاً منذ الثالث من آذار. الأسيران الفلسطينيان خليل العواودة ورائد ريان لم يدخل أفواههم أي زاد إلا الماء والملح، رفضاً لاعتقالهم إدارياً، حيث يتعرضا للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما نتج عنه مضاعفات صحية خطيرة وصلت لعدم قدرتهم على المشي. معاناة تصف حال 600 معتقل إداري في السجون الإسرائيلية تطالب مؤسسة حقوقية فلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذهم. نطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته إزاء الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الإداريين. هناك 600 معتقل إداري في داخل سجون الاحتلال بلا محاكمات وبلا أي تهم، وإسرائيل تستمر في انتهاك كل حقوقهم، إضافة إلى 2 من الأسرى مضربين عن الطعام، وأيضا يتعرض هؤلاء الأسرى إلى عملية الإهمال الطبي مما أدى إلى استشهاد أسيرين في الأيام السابقة. أمام مقر الصليب الأحمر في غزة تداعت وزارة الأسرى وفصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية لتسليم رسالة عاجلة للجنة الدولية لبذل جهودها للإفراج عن الأسيرين خليل ورائد، إضافة لتوجيه رسالة أخرى للمجتمع الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال المخالفة لأدنى حقوق الإنسان. نحن أمام ظاهرة الاعتقال الإداري السيء الصيت والسمعة. إسرائيل تستطيع أن تعتقل أي فلسطيني دون أن يعرف سبب اعتقاله أو التهم الموجه له أو فترة الاعتقال التي يمكن أن يقضيها داخل المعتقل. لهذا هذا الإجراء هو ظالم في حد ذاته من موروث الاستعمار البريطاني، يجب أن ينتهي مرة وإلى الأبد. أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. منذ أكثر من 200 يوم يقاطع الأسرى الإداريون محاكم الاحتلال الإسرائيلي للضغط لوقف هذا النوع من الاعتقال الموروث عن الاستعمار البريطاني، وبدت تستخدمه إسرائيل بشكل روتيني واعتيادي لاعتقال الفلسطينيين أمام مزاعم سرية موجهة ضدهم. المخابرات المصرية في 2012 بعد إضراب الكرامة تدخلت بشكل قوي جدا وأجبرت الاحتلال أن يحد من سياسة الاعتقال الإداري وينهي هذه السياسة، ولكن للأسف الشديد الاحتلال تنصل من هذه الاتفاقيات، فلهذا الأسرى الفلسطينيين يخوضون إضرابات فردية وإضرابات جماعية من أجل إيقاف هذه السياسة العدوانية. انتهاكات تساهم في زيادة التصعيد بشكل يومي بين الفلسطينيين والاحتلال. في سياسة الاعتقال الإداري يمكث الأسرى في السجن بناء على أوامر عسكرية دون تهمة واضحة أو سند قانوني، ما يحرم الأسرى من المحاكمة أو معرفة مدة الاعتقال، وهي سياسة لجأت إليها إسرائيل منذ العام 67. في سليم الغد، غزة فلسطين.